الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مع التسليم. المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم عبر هذا اللقاء الجديد من سنابل إفريقيا، وحلقة جديدة وفي معيتنا الشيخ عبد الوهاب أبو بكر من نيجيريا. مرحبا بك شيخنا. حياكم الله. وحياك. دعنا في بداية هذه الحلقة نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود لنتواصل مع مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر قناة طيبة وقناة خير الفضائية. فاصل ومن ثم نعود نتواصل معكم عبر هذا التقرير. يشكل المسلمون 50.4% من سكان نيجيريا، علما بأن عدد السكان يبلغ حوالي 152 مليون. جاء الإسلام إلى شمال نيجيريا في وقت مبكر من القرن التاسع الميلادي، وكانت راسخة في إمبراطورية كانم برنو في عهد جيلمي هومي. كان قد انتشر في المدن الرئيسية في الحزام الأوسط. يشهد الحقل الخيري والطوعي في نيجيريا العديد من المشاريع التي تستحق الإشادة، مثل كفالة الأيتام والتوجيه والإرشاد والتعليم في المدارس الإسلامية الأهلية وتحفيظ القرآن الكريم وإقامة المسابقات المختلفة في القرآن والحديث وتوعية الحجاج في موسم الحج وتنفيذ البرامج الموسمية كالإفطار الرمضاني والأضاحي. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، نتواصل معكم عبر حلقة جديدة من سنابل إفريقيا وفي معيتي الشيخ عبد الوهاب أبو بكر أجيا. مرحبا بك شيخنا الكريم، ضيفا عزيزا علينا في السودان من دولة نيجيريا. حياكم الله. حياكم. حياك الله. هلا عرفتنا على الشيخ عبد الوهاب الميلاد والنشأة قبل أن نبدأ والحديث عن العمل الخير والعمل الطوعي. في مستهل كلامي وحديثي وبسم الله وأصلصل وأحمد وأحمد فأقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فأنا عبد الوهاب أبو بكر أجيئة. بدأت دراساتي بالتعلم في كتاب فضيلة الشيخ عبد القادر، وهذا الكتاب يقوم عليه هذا الشيخ المذكور ووالده إدارة وتدريسا، وأعدنا حفظ ما نأخذه من القرآن الكريم. حتى بعد الفراغ نتابع ويطالب منا البقاء للمراجعة، لمراجعة ما أخذنا من القرآن الكريم. وهكذا بقينا حتى شرعت في هذا الكتاب في أخذ المبادئ الدينية من المختصرات الفقهية وغير ذلك في هذا الكتاب. ظللت هنالك إلى أن التحقت بكلية محي الدين للدراسات الإسلامية واللغة العربية لمؤسسها ومديرها فضيلة الشيخ جبريل سحبان حفظه الله. بدأت في هذا المدرسة في هذا الكلية مرحلتي الابتدائية، أكملت فيها تلك المرحلة، فالإعدادية فالثانوية، ثم بقيت في تلك الكلية مدرسا ومعلما. بقيت هنالك وظللت هنالك إلى أن أكرمني الله سبحانه وتعالى بالقبول في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية.
فشاء الله أن قدمت إلى المملكة لهذا الغرض. درست في كلية الشريعة، بعد تخرجي في هذه الكلية بدأت أتعلم على المشايخ في خارج الجامعة، لأنني حسبت وعددت سنة تخرجي بداية لطلب العلم، فهنالك عقبت على الاستزادة وارتياد الحلقات العلمية والاختلاف على أولئك المشايخ الفضلاء، وعلى رأس هؤلاء المشايخ فضلة الشيخ العلامة محمد الفقيه الشنقيطي ابن الشيخ محمد المختار الشنقيطي رحمه الله الوالي وحفظ الله شيخنا. لازمت هذا الشيخ ملازمة ظل لصاحبه لما رأيت منه من النبوغ والمهارة الفقهية التي لا تكلف فيها، فحببني أسلوبه في الفقه كثيرا، لأنه يدرس الفقه فكان يدرس الفقه وهو يجمع بين علوم في تدريسه للفقه، فهذا شوقني كثيرا إلى أن أحببت الفقه وإلى أن ألازمه. ولما عرفت أنني بحاجة إلى مزيد من علم أصول الفقه انضمت وانخرطت كذلك في الذين يدرسون على فضلة شيخنا الشيخ العلامة محمد مختار الشنقيطي ابن الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله الوالد وحفظ الله شيخنا، لأجل ذلك وسيلة من الوسائل التي توصلني إلى فهم الفقه وفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما صحيحا وفقها نبيلا. وترددت عليه كثيرا في أخذ علم أصول الفقه، وأتممت عليه مع بعض الزملاء بعض الإخوة الذين جمعت بيني وبينهم الزمالة عند هذا الشيخ العظيم. ختمت عليه كثيرا من الكتب الأصولية في شتى المذاهب، والحمد لله يعني كون في الملكة الأصولية جزاه الله خيرا، كما أن الشيخ الفقيه الشنقيطي بدأت الشيخ محمد ابن الشيخ محمد الأمين ابن الشيخ محمد مختار أورث لي الإرثة الفقهية والثروة الفقهية العظيمة، لأنني إن شاء الله كذلك أن ختمت عنده أو بدأت عنده شرح عمدة الأحكام وشرح عمدة الفقه، وإن شاء الله سبحانه وتعالى أن أكمل هذين الكتابين في وأنا في ملازمتي له في المسجد النبوي جزاه الله خيرا، إلى ما أخذت عنه في الدراسة قصدي في الفصول الدراسية بالجامعة الإسلامية خلال الدراسة النظامية، كما أنني كذلك أشكر المشايخ الفضلاء الذين أتحفوني بما علمهم الله في الجامعة الإسلامية ودرسوني وعلموني، فكان لهم كذلك كبير فضل علي بعد الله سبحانه وتعالى. وهكذا درست على فضلة الشيخ العلامة الشيخ أنيس طاهر المتخصص في علوم الحديث، درست عليه شيئا وهو نخبة الفقه في مصطلح الحديث مع بعض الزملاء المغاربة
الذين تخرجوا أو كانوا يدرسون آنذاك في كلية الحديث. هكذا إلى أن بقيت أن أستفيد من العلماء، لا زال بقيت في المدينة أستفيد من العلماء، وجعل الناس كذلك يستفيدون مني في بعض العلوم، إلى أن رجعت إلى بلادي ومسقط رأسي نيجيريا. طيب، هلا حدثتنا معلماً عن المكان الذي درست فيه في نيجيريا وتسكن فيه الآن. طبعا المكان الذي درست فيه في نيجيريا هو مسقط رأسي. مسقط رأسي يقال له مدينة إيلاري. مدينة إيلاري هي عاصمة ولاية كوارا كوارا ستيت. والمدينة التي هي مدينتي هذه هي العاصمة لهذه الولاية، يقال لها مدينة إيلاري سيتي. فهذه المدينة بل هذه الولاية برمتها ضمت إلى الولايات الشمالية، الشمال من الولايات الشمالية، فمن حيث جغرافيا أو من حيث الجغرافيا والتاريخ كذلك، فكأن هذه المدينة التي هي عاصمة ولايتي همزة وصل بين الولايات الشمالية الأخرى والولايات الجنوبية في جنوب نيجيريا، لأنها هي معبر إلى الولايات الشمالية وإلى الولايات الجنوبية لمن يقدم من الولايات الشمالية. وبقيت في هذا المدينة بعد رجوعي وقدومي من المملكة العربية السعودية، حفظها الله وأدام عليها رخاءها وأمنها، وبقيت في هذا المدينة كذلك، ورجعت وبقيت في تلك المدينة معلمة وداعية، إلى أن استقدمني إلى هذه البلاد الطيبة بلاد السودان، قناة إفريقية، لتسجيل دروس في أحكام القرآن ودروس من عمدة الأحكام. أحسن لك يا شيخنا الكريم، حدثنا عن العمل الخيري، العمل الطوعي في نيجيريا. عفوا يا أستاذ، لا أنسى أن أذكر أنني كذلك درست على الشيخ فضلة الشيخ العلامة المفسر الشيخ عبد الله الشنقيطي، المفسر متخصص في التفسير، وابن الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله وعليه وحفظ الله شيخنا، درست عليه شيئا من التفسير، كان الكتاب مقرر التسهيل لعلوم التنزيل للإمام ابن الجزي المالكي، ونعم شيخه. فالحمد لله، كما أنني درست قبل أن أظفر بشيخي الشيخ محمد المختار الأصولي، درست على فضلة الشيخ العلامة الشيخ مصطفى القاري شيئا من الأصول. كان الكتاب مقرر إن حينما كنا ندرس عليه أنا وبعض الطلاب وبعض الإخوة الأفاضل مرتقى الوصول إلى علم الأصول، هذا الكتاب نظم، فدرسنا عليه إلى باب العام والخاص قبل أن يبتلى الشيخ آنذاك بالمرض، لكن الحمد لله أولا وآخرا الذي شفاه من هذا المرض. نسأل الله سبحانه وتعالى يمتعه وجميع مشايخنا وإيانا جميع المسلمين بتمام الصحة بالصحة الموفورة والعافية التامة الكاملة، إنه ولي ذلك القادر عليه. وكذلك بعض المشايخ لنا كانوا يأتون إلى المدينة ويقيمون بعض الدورات، فأكون من المستفيدين منهم في تلك الدورة، ممن جاءوا من الرياض ممن جاءوا من خارج المملكة، كالشيخ محمد كفضل الشيخ العلامة محمد حسن ددو حفظه الله جميع. نعم. طيب، برأيك شيخ عبد الوهاب، العمل الخيري وانتشار بناء المساجد وعمارة المساجد وحفر الآبار وإعانة المحتاجين، وجهة نظرك هل ينتشر في نيجيريا؟ نعم، العمل الخيري له ضيوع في نيجيريا وله انتشار في نيجيريا. قد يكون بعض مناطق
أكبر حظ في العمل الخيري من بعضها. قد يكون هذا العمل الخيري عديم الوجود في بعض المناطق، لكن هذا العمل الخيري له ضيوع وانتشار وشيوع في البلاد. نعم. طيب برأيك يعني السبب اللي دعا تلك المناطق للحصول على وفرة في تقديم الأعمال الخيرية والبعض الآخر عديم يعني العمل الخيري، ما السبب؟ طبعا ربما هذا يعود إلى قلة المسلمين في بعض مناطق وكثرتهم في مناطق أخرى وشبه عدم وجود المسلمين في بعض المناطق. مثلا في مناطق إيبو، قبيلة إيبو شرق نيجيريا، المسلمون قليلون جدا قليلون جدا بالنسبة ممن أسلم من بني جدتهم. كان الغالب عليهم النصرانية. الآن الحمد لله وجد منهم مسلمون، حتى وجد ممن جاءوا من هذه القبيلة الجامعات الإسلامية وإلى غيرها من جامعات المملكة العربية السعودية، أدام الله عليها أمنها واستقرارها على جميع البلدان الإسلامية. علينا جميع المسلمين على وجه البسيطة، وجد من هؤلاء من جاءوا ودرسوا في هذا الجامعات ولله الحمد، لكنهم قليلون جدا بالنسبة إلى غيرهم. وبعضهم ممن لم يخرجوا كذلك موجودون في البلاد، إلا أنهم قليلون، نسبة ضئيلة بالنسبة إلى غيرهم. فلذلك إنشاء بعض الأعمال الخيرية، بعض المشاريع الخيرية في تلك المناطق قد يكون صعبا أحيانا، أن الذين لهم نفوذ في تلك الديار في تلك المناطق هم النصارى، لربما يحملون على المسلمين، لربما يكيدون عليهم، لربما يشنون حربا شأن المسلمين وعلى هذه المؤسسات يوما ما، فتحول المساجد ديارا أو كنائس، تحول المساجد كنائس والمدارس يعني أمورا أخرى، واضح؟ فهذا الذي يزحزح بعض القائمين على إنشاء هذه المشاريع الخيرية عن يقيم هذه في تلك المنطقة. لكن نوعا ما هناك اتصال بين المسلمين بعضهم ببعض في تلك الديار. وأذكر أن مؤسسة الحرمين أيام كانت موجودة وأيام كانت حية، ونسأل الله سبحانه يعيدها، نسأل الله يعيد الحرمين حية، مؤسسة الحرمين حية. أيام كانت حية يعني اهتمت بهذه المنطقة كذلك، بمناطق الشرق كذلك، واضح؟ حتى سمعت أنه ما كنت موجودا في البلاد، لكن سمعت أنه وظف بعض المنتمين إلى قبيلة إيبو، ولا شك أن في ذلك إسهاما كبيرا في تنشيط العمل الخيري والعمل الدعوي في تلك الديار. نعم. برأيك يا شيخ عبد الوهاب إيجا، هل يتفاعل المجتمع النيجيري مع الأعمال الخيرية، جمع التبرعات ودعوة المسلمين لمساعدة المحتاجين؟ مدى التفاعل، لأي مدى يتفاعل المجتمع؟ نعم، فالمجتمع النيجيري يتفاعل تفاعلا حيا لجمع التبرعات للمحتاجين، وطبعا لكل من أصيب وابتلي ومني بشيء من المصائب والبلايا، فتفاعل هذا المجتمع الخير لجمع التبرعات في داخل البلاد وفي خارجها.
أنا أذكر أن بعض البلاد بعض الأغنياء بعض الأثرياء في البلاد كذلك يعني يجمع تبرعات منهم واضح، ثم من له علاقة ببعض المنظمات الخارجية يقوم بما يستطيعه يعني في تحقيق هذا الهدف النبيل. انتشار المنظمات الخيرية، نعم. هل هنالك كثافة في لوجود المنظمات الخيرية أم هنالك قلة وشح؟ طبعا كانت هناك كثافة يعني في هذه المنظمات الخيرية، كانت لهذه المنظمات الخيرية كثافة فعلا في السابق قبل الحملة الشعواء التي شنها الكفار على الديار الإسلامية وعلى المسلمين بدعوى أن هذه المؤسسات الخيرية إرهابية، وبتهمتها بتمويل الإرهابيين في العالم أجمع. فهذا صلى أيدي هذه أو صلى أيدي جميع المؤسسات طبعا الخيرية، ونقول أكثر صلى أيدي كثير منها، بل عدم كثير من هذه المؤسسات، أصبحت هذه المؤسسات عديمة الوجود بعد أن كانت حية بهذه الدعوة، وقلصت كذلك جهودا موجودة الباقية على الساحة من هذه المؤسسات كما ترون كما تعرفون ذلك، وواضح ذلك على كل إنسان. وعلى حين يوجد أهل الكفار يواصلون نشاطاتهم الخيرية حاملين معها نشر عقيدتهم النصرانية ومعتقداتهم التي تخالف ديننا دين الإسلام الحنيف، كل هذا ليحققوا أهدافهم التي يريدونها وتستروا في تحقيقها وراء المحاربة على الإرهاب. نعم، دعنا نخرج فاصل ومن ثم نعود نتحدث عن حوجة المسلمين في نيجيريا وفي جنوب نيجيريا تحديدا. فاصل ومن ثم نعود. مشاهدينا الكرام في كل مكان، ابقوا معنا. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر سنابل افريقيا، وتحيه لكل مشاهدينا الكرام عبر قناه طيبه وقناه خير الفضائيتين. وبكل تأكيد هذا اللقاء يأتي من دولة نيجيريا عبر شيخنا الكريم عبد الوهاب أبو بكر إيجا، مرحبا بك مرة أخرى. أجيء عفوا. نتواصل مع مشاهدينا الكرام. حوجة المسلمين في نيجيريا وفي جنوب نيجيريا تحديدا، ما الذي يحتاجون إليه؟ طبعا نيجيريا عموما يحتاج مسلموها إلى التعاون على البر والتقوى من إخوانه المسلمين من ديار العرب ومن غيرها، لأن المسلم يكثر مع إخوته ويقوى بهم، فاليد الواحدة لا تصفق كما يقال. فلذلك مسلم نيجيريا عموما بحاجة إلى إخوان المسلمين في شتى أنحاء العالم الإسلامي، وبحاجة إلى هذا على وجه الأخص إلى طبعا ما يسر لهم سبل التعلم والتعمق في العلوم الشرعية، لأن هذا هو الأساس، العلم الشرعي هو الأساس، العلم الشرعي هو الأساس. فعلى مسلمي الديار العربية السعي سعيا حثيثا
في تحقيق في تيسير هذه السبل، أي سبل التعلم الديني بالنسبة لمسلمي نيجيريا، لأنه ما من شيء إلا ويحتاج فيه إلى العلم، فكيف بالعلم الشرعي؟ من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم، فكيف بالعلم الشرعي الذي هو سلاح الأمة المحمدية جماعة، وكيف به إذا فقد في أي مجتمع أو إذا قلص وكان وجوده وكانت نسبة وجوده ضئيلة، فهذا لا شك أنه يضر المجتمع. لأجل هذا أهيب بالديار العربية أن يتعاونوا بمسلمي نيجيريا في هذا المجال، ثم بعد تعلم الإنسان يحتاج من يحمل هذا العلم الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هو الحظ الوافر، يحتاج إلى بثه ونشره بعد العمل به، فلا بد من أن يجد من يكفيه أو من يعينه على كفايته، على الكفاية ما يكفيه في عيشه. فإذا كان الداعي أو الداعية لم يجد كفايته، صعب عليه أن يواجه الصعاب التي يلاقيها في هذا الحق الدعوي، وصعب عليه كذلك البروز على الناس والخروج إليهم للدعوة، لأنه سينشغل بتحصيل معاشه الذي سيحول دون القيام بمهمته الدعوية. فكل من من الله عليه بالدنيا فعليه في خارج البلاد في داخلها فعليه أن يلبي حاجة قصدي دعوات إخوانه في سد هذه الخلة لهم، راجع من مخلصا في ذلك، محتسبا مؤمنا ليكون له أجر عند الله سبحانه وتعالى. وفي الوقت نفسه فهؤلاء المسلمون يحتاجون إلى بعض الأمور التي تجعلهم مؤهلين في مجتمعهم ليواكبوا ما يعانونه من الكفار، طبعا من النصارى وغيرهم، من وجود قصدي بعض الأنشطة الطبية والإغاثية عند وصول الكوارث، أو عند اشتداد الحاجة ووقوع الفقر المدقع، أو من ركبه أو الدين المفضيع. فهذه الحالات لا بد أن يسأل عنها حتى يعرف ما بالمسلمين وكيف وما هو العلاج الذي يتخذ في ذلك، وما الدواء المناسب الذي يؤخذ في ذلك، قبل أن يتصدى غير المسلمين على هذا فيبلبل بين المسلمين ويلبس على بعض المسلمين أمور دينهم، فيدعون عليهم أنهم هم فيدعون عليهم الإنسانية والمروءة. فأنا بهذه الطريقة سلبوا بعض المسلمين، سلبوا من بعض المسلمين دينهم نسأل الله العافية، وأخرجوا من الدين بسبب ربما بعضهم بسبب اللقمة أو بسبب حاجة يسيرة، لكن لم يجد من يلبي له الدعوة ومن يسدد بعد الله سبحانه وتعالى له هذه الحاجة، فكأنه مضطر. لكن هذا ليس مبررا لمن فعل ذلك، لكن حتى أقول هذا من الأسباب واضح. فلذلك هؤلاء محتاجون إلى هذه الأمور من إخوان المسلمين، وهذا من واجبات المسلمين
أن يعين بعضهم بعضا على أمور دينه على أمور دنياه إن استطاع. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أصل لك شيخنا الكريم، هل هنالك وجود لمنظمات جاءت من خارج نيجيريا وتعمل في الحقل الخيري؟ أجل، توجد بعض المنظمات على أرضنا النيجيرية. فمن هذه المنظمات منظمة منتدى التي تحولت إلى مؤسسة الفرقان في الآونة الأخيرة. وهذه المؤسسة المباركة تقوم على بعض الأمور الإغاثية وكذلك وعلى إعانة المسلمين بتقديم المساعدات العينية في الإفطار في عيد الفطر وكذلك تقديم الأضاحي لبعض المسلمين طبعا لا استطاعتهم جزاء الله خيرا في عيد الأضحى. ويقومون كذلك بإنشاء المدارس، أظن أن مدرسة بيان تابعة لهم، مدرسة البيان تابعة لهم، وغير ذلك من الأنشطة التي يقومون بها. من تلكم الأعمال الخيرية، حفر الآبار وغير ذلك. لأي مدى يتعاون؟ ثم حتى وقبل أن تعدم مؤسسة الحرمين، كانت مؤسسة الحرمين يعني لها فضل كبير ويد طولة في شتى الأنشطة الخيرية. سبحان الله، يعني بما أنها كانت حديثة الولادة أو ولادات متأخرة يعني، لكن مع ذلك سبحان فاقت يعني سبحان كثرة من المؤسسات بجهودها وتعدد يعني أنشطتها الجابرة بعد الله سبحانه وتعالى. فلهم نشاطات الإغاثية والطبية والتعليمية والدعوية وغير ذلك، وهي هائلة. وتوظيف الدعاة كذلك، حتى وكانوا على أمل إنشاء الجامعة الإسلامية في نيجيريا، طبعا الجامعة الإسلامية في نيجيريا، وإلى أن صلت وأعدمت بتهمة الإرهاب، يعني إبان الرئيس الأمريكي الفائت السابق. فأنا ذاك سبحان الله، يعني سبحان الله إن عدمت هذه الأمور واضح. فهكذا، لكن تلك الجامعة التي كانت من رؤى هذه المؤسسة وجدت الآن باسم كلية إمام مالك، على غير اسمي، على غير، لكن ليست على النوع الذي يريده أو تريده هذه المؤسسة، أي مؤسسة الحرمين. فهذه الكلية تمول من قبل بعض المحسنين من قطر كما سمعت، الذي يقوم على إدارتي التي تقوم على يقوم على إدارتها الدكتور فهمي الحلبي حفظه الله يعني جل جلاله. هل هنالك المنظمات ترعى وتكثر؟ عفوا ما قطعتك يا مدير. فعلاوة على جهود الجمعية، طبعا جمعية الإغاثة أو منظمة الإغاثة، الإغاثة أيضا موجودة في البلاد، يعني أنشطتها موجودة جزاهم الله خيرا. وإن كانت يعني أنشطتها هذه دون ما يقدمها ما تقدمها هذه الإغاثة في السابق، لكن الآن موجودة في البلاد ووظفت بعض الدعاة، وكذلك تقوم ببعض الأعمال الإنسانية الخيرية للناس. جزاهم الله خيرا، جزاهم الجميع خيرا عنا وعن السلام. هناك الندوة كذلك لها أعمال فاعلة ومؤثرة في المجتمع الخيري في المجتمع النيجيري، من حيث
التعليم طبعا أنا وظفت أيضا وظفت بعض الدعاة كذلك، وقامت ببعض أمور المعينة طبعا، أو تعاونت هذه المؤسسة وهذه المنظمة مع أحد الأغنياء الأثرياء في مدينتي الذي يقال له عبد الرحيم ولادي ميجي في إنشاء الجامعة، جامعة الحكمة. فندوة تعاونت معه وأنفقت يعني في ذلك كما سمعت يعني مبلغا لا يستهان به أبدا، ففي إيجاد تلك الجامعة، وتعاونت معه كذلك في أمور أخرى على سبيل يعني تحقيق الأهداف الدينية وغير ذلك. إلا أن الأمور بين الندوة وهذه الجامعة طبعا المؤسسة يعني ساءت بعد ذلك، لكن لا بد أن يذكر هذا، لأن مما الذين أسهموا يذكروا الندوة من المنظمات التي أسهمت في الارتفاع والارتقاء بالمجتمع النيجيري تعليما وأمور أخرى غيره من الأمور الأخرى التي لا يمكن فقدها في المجتمع، في أي نعم مجتمع. نعم ماذا عن الدعاة؟ هل هنالك منظمات تكفل وترعى هؤلاء الدعاة وتهيئ لهم الجو؟ نعم، توجد بعض المنظمات على رأسهم، على رأس هذه المنظمات وزارة شؤون الدعوة، وزارة الدعوة وشؤون وش اسمه في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وزارة الأوقاف وشؤون الدعوية بالرياض يعني. وجزاهم الله خيرا، كفلت ولا تزال تكفل، جزاهم الله خيرا. وكذلك الإغاثة كما سبق أن قلت ذلك، والمنتدى تكفل، هذا ما تكفل كذلك بعض الدعاة، والندوة كذلك، ويشكر كذلك بعض الأفراد من الدولة السعودية جزاهم الله خيرا، يكفلون من يستطيعون كذلك، واضح. هذا ولربما بعض قطر أيضا يعني تقدم شيئا من هذا، بل إن هناك مؤسسة الإيد الخيرية القطرية الخيرية القطرية الخيرية القطرية انضمت إلى مؤسسة فرقان. مؤسسة فرقان في الأول قلت هي المنتدى، فانضمت إليها هذه المؤسسة، فأصبحت يعني تساعدها وتتعاون معها كذلك في تيسير هذه الأمور الخيرية القائمة على إنشاء المدارس وبناء المساجد، وكذلك مساعدة بعض المساكين والمحتاجين والمساكين والفقراء، وتقديم بعض الأمور المهمة المناسبة لعيد الأضحى وعيد الفطر. ولا أنسى أن أذكر مؤسسة البتر الخيرية العالمية، فلها جهود جابرة، فجهود هذه المؤسسة تتمثل في إنشاء المستشفيات لعمى البصر، لعلاج العمي. فتحت هذه المؤسسة مستشفيات العمى أو مستشفيات البصر الخيرية العالمية، التي مقرها بكانو. أصبح لهم مبنى خاص مبني، هذا المقر مبني على نفقتهم من قبل، كانوا يستأجرون. فكما أخبرني بذلك الدكتور ياسين ممن يقيمون على إدارة هذه المؤسسة من الرياض.
أزال الجميع أخيرا. ثم هذا والأعمال يعني أعمال العلاجية لعمل البصر واضح التي يقوم بها هذه المؤسسة بين النيجيريا والنيجر ويخيمون في أي مكان يحتاج إليهم ويستدعون أصحاب الحاجات ويعالجون هناك، يحضرون أجهزة التي ربما لا توجد في بعض المستشفيات النيجيرية في لعلاج العمى أو العمى هكذا. فجزاهم الله خيرا أجمعين. نعم. لأي مدى تتفاعل الحكومة وتتعاون مع المنظمات الخيرية؟ هل تقدم مساعدات؟ هل تعين أصحاب المنظمات الخيرية؟ بعد هذا الفاصل نتابع الحديث عبر هذه الحلقة. فاصل ومن ثم نعود لنتواصل معكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. تابعوا. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر قناة طيب الفضائية وقناة خير الفضائية. نتابع هذا الحوار مع شيخنا الكريم عبد الوهاب أبو بكر أجيئة. مرحبا بك شيخنا الكريم. حياكم الله وإياكم. قبل الفاصل سألتك عن لأي مدى تتفاعل الحكومة وتتعاون مع المنظمات الخيرية وتقدم لهم مساعدات أم الأمر غير ذلك، ماذا تقول؟ طبعا التفاعل يعني يختلف من حكومة إلى حكومة بحسب من يرأس الدولة ومن يرأس البلاد. فإذا كان الرئيس مسلما فاهما لدينه يسهل سبل هذه الأعمال الخيرية لمجتمعها لمجتمعه. أما إذا كان الرئيس يعني فاهما نبيلا فيسهل ويتأون بهذه المنظمات وهذه المؤسسات الخيرية، ولأنه يعرف أن هذا الخير يعود إلى مجتمعه وقبل ذلك يعود إلى دينه. نعم. وهو كذلك يعني يكون له الأجر عند الله سبحانه وتعالى بسبب ما سعى من تحقيق السبل وصول هذه الأعمال الخيرية إلى مستحقيها. وأما طبعا وأذكر أن في هذه الآونة الأخيرة كان هناك تضييق على بعض الأعمال الخيرية. الرئيس الحالي الذي كاد أن تنتهي مدته يعني خنق بعض الأعمال الخيرية، وهذا حتى كان هناك مشكلة على من كان جاء بالفلوس يعني طبعا من المملكة العربية السعودية ليدفع بهذه الفلوس يعني للدعاة، يعني يريد أن يدفع رواتبهم وهذا مكافأتهم كما يقال. فتهم ذاك الشخص ذاك الرجل بأنه إرهابي أنه كذا، فتش وفحص وحقق معه وعرف أنه بريء من هذه التهمة. براءة الشمس من اللمس، براءة الذئب من دم يعقوب. لكن مع ذلك فتن ضيق عليه. أخيرا سمعت أنه اشترط على براءته على إبرائه أن يأخذ مبلغا من هذا من 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 رسوم وكفاءات الدعاة. قالوا أنا لا يستطيع، يعني كيف هو أمين هو مؤتمن على هذه الفلوس. فالمهم طال سجنه في سجن كما سمعت، لكن أخرى أخيرا وهكذا. فالحمد لله بعد ذلك دفع للدعاة مكافأتهم أو رواتبهم. هذا ذكرت هذا على وجه المثال لا الحصر، لأن هذا أحيانا يقع من بعض أعداء ديننا من محاولات خنق يعني الأعمال الخيرية التي تأتي من إخواننا المسلمين في الخارج. نعم. شيخ أجي، قبل أن نرسل الرسائل في ختام هذا الحوار، هل هناك مشكلات تعيق من الوصول للأهداف والمشاريع الاستراتيجية والمشاريع التي تهدف إليها المنظمات الخيرية؟ معوقات تحول دون الوصول
المشاريع وإنجاز المشاريع. برأيك ما هي هذه المشكلة؟ من هذه المشاكل منها ما أسلفت الحديث عنه قريبا، واضح. نعم، ومنها كذلك يعني بعد التهور الذي قد يقع فيه بعض المسلمين، أن الأمور يعني يصدق فيها بالحكمة، بالحكمة والحنكة. فمن حرم الحنكة والحكمة يعني أحيانا يضر، واضح. فهذا أيضا قد يحصل في داخل البلاد من قبل بعض الناس المتصرفين فيها، أو قد يحصل من قبل بعض الإخوة في خارج البلاد، واضح. فليس بالضروري طبعا النصيح، أن نردد الصيحة أن نفعل كذا ونفعل كذا المسلمين وأن كذا وأن كذا كذا، فإنما تترجم عنا أعمالنا والواقع والذي يحكم. لكن لو كبرنا الموضوع وأعلنا كل ما نريد أن نفعله قبل وقوعها، فالأعداء لا يسقطون، لا يبقى يعني مكتوف في الأيدي، سيحاولون السدود يعني أيوة أن هذه الأمور والحيلولة دون تحقيق أغراضنا الدينية. أنا في الوقت الذي يبذل وينفق على دعوة ديننا أضعاف أضعاف ما ينفق المسلمون من أعمال خيرية وأمور أخرى في تحقيق أهدافهم التي تخدم دينهم. ما هناك أمن إنساني جاء أو يجي من الغرب أو من أوروبا إلا ومعه التبشير. أبدا ما يتهنون ولا أبدا ولا أبدا. أما المسلمون فهم لن يقول لا، هذه الأعمال الإنسانية فلا لا علاقة بالدين. بعض الناس فبعض الإخوة أيضا يضر أن الأعمال الخيرية بهذه الطريقة. أنت المسلم تريد أن تنفق وتريد كذا، إذن فاخدم دينك وعقيدتك السنية بما تفعله أنت، كما أن الكافر يخدم دينه. الكافر ليس له نصيب ولا خلاق له من في الآخرة، فكيف أنت؟ أنت الأولى أن تفعل ذلك. حتى بعض الفرق المخالفة مثل الشيعة والنصرة وكذا يعني تتبنى أمور كبيرة جدا، تنفق أموال طائلة لمن اعتنقوا فكرتهم، لأن هذه الفكرة كذلك موجودة، لها وجود في نيجيريا، وكذلك الفكرة الصوفية. فكيف بالذين انتموا إلى السنة وهم سنيون؟ فهم أولى بذلك، وهم أولى بأن يصدقوا في تحقيق أغراضهم مسلك الحكم والعلم ويعني والجد. لا أن يكون الإنسان لا أن يصيح الإنسان دون يعني أن يجر الأمر على الواقع. فهذا لا يسمى لا يجني من جوع. نعم، جزاك الله خير شيخنا. وإياكم شيخ. نحن في خواتيم هذا اللقاء. نعم. رسالة ورسائل، إشارات سريعة. الرسالة الأولى للمنظمات الخيرية التي تعمل داخل نيجيريا، ماذا تقول؟ طبعا رسالتي إلى المنظمات داخل نيجيريا وخارج نيجيريا أن تبقى هذه المنظمات على مبدأها الديني أول شيء، فلا ينزعجوا ولا يتزعزعوا بما يردده الكفار من الصيحات وبما يثيرونه من التهديدات وغير ذلك. لابد، هذا بلاء. ألف لا ميم، أحسب الناس أن يتركوا وهم لا يفتنون. لابد، فليبقوا كما بقي مؤمن موسى عليه الصلاة والسلام، المؤمن بموسى عليه الصلاة والسلام على مبدئهم لما هددهم الكافر اللعين المتأله الذي تأله وجعل نفسه إلها عليهم وهو فرعون، لما هددهم بسبب إيمانهم بموسى وهارون ماذا قالوا له؟ قالوا آمنا برب موسى وهارون. ولما هددهم قالوا لا ضير، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، لا نؤثرك على ما جاءنا من الحق، واضح. فآثروا أن يؤذبهم عذاب الدنيا ويفوزوا بالنعيم الأخروي. فهكذا ينبغي أن تبقى هذه المؤسسة على مبادئها الدينية، وكذا في الوقت نفسه لا بد من تنظيم الأمور. فإذا كان هناك التقاء، قصدي
بين يعني هذه مثلا لو كان هذه المجتمعات متعدده في دوله فليقسموا انفسهم، مثلا هذا الجهاد هذه المنظمه تكون مثلا في الجنوب، هذه المنظمه تكون في الشرق، وهذه المنظمه تكون في الشمال، هذه المنظمه تكون في الغرب مثلا، حتى تعم الفوائد وتلبى حاجات جميع افراد المجتمع. نعم واضح. انا ما رجع يبقى فئه يعني قصدي يعني متضرره والفئه متنعمه، لا يصلح. نعم واضح. نعم حصل عليك شيخنا الكريم، شيخ وصلنا الى ختام هذا اللقاء، جزاكم الله خيرا. نسال الله يتقبل منكم ان شاء الله. امين الجميل ان شاء الله. شكرا جزيلا شيخ عبد الوهاب ابو بكر. شكرا لكم كذلك انتم الذين تحتمون لي فرصه هذا اللقاء المبارك. مساءكم ورحمه الله، ان يتقبل منا منكم المسلمين صالح الاعمال اللهم امين، صالح الدعوات اللهم امين. نلتقي ان شاء الله في حلقات قادمات وفي برامج اخرى ان شاء الله. حضور جميل جدا شيخنا، جزاكم الله خيرا. شكرا جزيلا لكم الفضل في ذلك بعد الله سبحانه. شكرا جزيلا، اشكر الواجب. الله يجزيك خير شيخنا عبد الوهاب ابو بكر الجيئه على هذه الكلمات وهذه الاشارات. وصلنا الى ختام هذه الحلقه، حتى جديد الملتقى في حلقه قادمه من سنابل افريقيا. دمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.